اليوم رحلتنا مغامرتنا شوي راح تكون مختلفة. أولا شكرا على 250,000 متابع على كل مواقع التواصل الاجتماعي الخاص بي، صراحة شكر من القلب، ما أعرف شلون أشكركم. لكن كالعادة أنا أسوي لكم فيديوهات حتى أعبر عن مشاعر. اليوم رحلتي إلى سليمانية تقريبا ثاني تأجيل من مصطفى الحدثة الموعد الرحلة بعد الله ستار، لأن سليمانية بيها صار يومين ثلوج مو طبيعية، فدا يصير باد وذر عندنا، فالرحلة دا تتأجل. إن شاء الله ما يتأجل بعد الرحلة أكثر. حاليا أنا وصلت للمطار، أصعد أروح للصالة ونشوف، وإن شاء الله راح تتونسون يعني بهاي المغامرة. أسميها مغامرة لأن رايح أصور لكم بالثلوج والبرد، وأنا شوية والبرد مو أصدقاء، بس بسبيل نطلع بمحتوى يليق بكم. شكرا لكم على المتابعة، خلونا نبلش فيديو اليوم. صراحة المنظر مخيف، بس هسه جيبي لي نزل الجنط للفندق. يعني ياكل تنا يستعدي بعد اكل. اوكي شباب، هسه احنا بالغرفة. صح السفرة صارت بيها هواي معرقلات، وهاي الفترة هواي دي نسد مطار سليمانية، مثل ما تشوفون الاجواء ناقص 4 ناقص 5، وحتى وصل البارحة ناقص 8 درجة الحرارة، والثلج مدى يتوقف ابدا. رحلات هواي تتأجل، الحمد لله رحلتنا مرتين تغير وقتها اليوم، بس الحمد لله وصلنا بسلامة، ومن شفت الاجواء هيك حلوة وساعد، فقلت الحمد لله وشكر يعني تسوى هذا التعب. الفكرة كالآتي، لازم نلبس ملابس هواي لان الجو كلش بارد برا، ونطلع نشوف وين نصور. كان عندي جدول انه اطلع اصور لكم على جبل ازمر، بس هسه حسب ما حكيت وين ريسبشن ما اعتقد اكو سيارة تقدر توصل هناك على الجبل، فنشوف ويا كل الاماكن هسه حاليا حلوة وبها ثلج، نشوف الجدول ونشوف وين نقدر نصور ونطلع لكم بفلوج حلو. طلع الملابس ونبدل ويلا مشونا. اوكي حبايبي، هسه انا جهزت الملابس، بس اريد اشوفكم لقطه انه شقد راح البس ملابس حتى اطلع. للامانه هاي يمكن اول او ثاني مره، لان موسكو هم لبست هيجي قبل سنتين او هيجي شيء، فيمكن هاي ثاني مره بحياتي حلبس هاي الكميه مال الملابس. فجوا هاي لابس فانيله داخليه ولابس هذا الداخلي همه، بس يعني زين هو هذا شويه يخنق بس حيكون مريح. وراح البس بعد هذا البلوز الصوف وهذا الجاكيت الصوف اللي يمكن لابسه مره واحده بحياتي، بس بسبيل على المود يدفيني، وان شاء الله البس يعني الكميه 3 قطع، واحتمال اكو قطعه رابعه بعد راح البسها. والمفاجاه بعد هذا اللفاف، شوفوا هذا اللفاف،
هذا اللي ابغى لك بطانيه، هذا حتى اتلفلف فيه كامل بسبيل انه ما ابرد، لان هسه الدنيا عصر، ف درجة الحرارة سبعت عليها تقريبا سالب 5 صارت. فيلا البس هذني ونطلع بالشارع وان شاء الله ندفع. Can I dive deep into the darkness in your heart? Trust you more than anyone I have met before. I don't care who you are or who you want to be. هسه تقريبا احنا صرنا جاهزين، يعني ما اعرف حتى ما حد اتحرك اكثر، بس اتمنى ادفى. وبس صراحه النصيحه من يمي بهيك اجواء المفروض تلبسون قمصه لوتر بروف، بس انا ما جابوا وياي صراحه، امبارح نازل من السفره وجهز جنطة على السريع اليوم، فهي هذا الغلط من يمي، الوتر بروف بهيك جو فيحمي اكثر او يدفي اكثر. ان شاء الله ادفى بهذني، يلا نطلع. النوبه شويه تاخرنا، صارت هسه حسين بيه ساعه بيه ساعه هسه تقريبا الساعه 6 هسه بستة العصر، هاي الاجواء. بس شوفوني ايش لابس، الحمد لله والشكر. تقدرون تقولون تحجبت، قصدي تحضرت وراح نمشي. طبعا صارنا تقريبا ربع ساعه منتظرين تاكسي، بس الحدث سوى ولا تاكسي موجود، لان يعني الشارع تقريبا راح ينسد. ما اعرف الفلوج شلون راح اسويه، فراح نتوجه للجاليريا مول لان هو هذا اقرب شيء على الفندق مالتنا، ونشوف ايش يطلع ويانا. يلا ابو علاوي. لا لا تشخ، هذا الشخ. وهاي تقريبا هسه السيارات حتى دا توقف، تقريبا الشارع راح ينسد من ورا الثلج. المشكله انه من تمشي بالثلج لازم تعرف وين تخلي خطوتك حتى ما توقع. بس انه شنو الجوع يقرا فول، فاح نروح بس هذا نفتح نشوف انه صاجايه شيء نمشي حالنا بيها. وعلى الاجواء دا يزيد ما ينقص الموضوع. لقينا هذا المكان الحلو يم جاليريا مول، هاي الشباب دا ياخذون صور بيه. هاي علي، هلو، شلون المعنويات؟ هسه حاليا رجعنا، طبعا بالقوه لقينا تاكسي، حتى دا اصور بالموبايل لان حتى الكاميرا طفت، لان هسه وصلت درجه الحراره سالب 10 وبارده بشكل مو طبيعي والثلج مستمر. سيارات طبعا ماكو، بس المدنيه بالقوه دا تفوت، فما اعرف الفلوج شلون راح اختمه وشلون راح اسويه. نشوف باكر الاجواء ونطلع، فهسه اروح ارتاح. تصبحون على خير واشوفكم الصبح.